الهادي يا إمارة الحنين، فيك زايد حيلة وسط الكفن، في خليفة فاخر حامل عرين، الشجاع ابن الشجاع المؤتمن. يا بلادي يا إمارة الحنين، فيك زايد حيلة وسط الكفن، في خليفة فاخر حامل عرين، الشجاع كالشجاع المؤتمن. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا إمارة الحنين. ربي ما خلق منك اثنين، انت ام وعزوه وحضن وطن، في بلادي نحمد الله مرتين، نعمه الاسلام وبلاد الامن. انت ربي ما خلق منك اثنين، انت ام وعزوه وحضن وطن، في بلادي نحمد الله مرتين، نعمة الإسلام وبلاد الأمن. يا بلادي يا إمارة، يا بلادي يا إمارة، يا بلادي يا إمارة الحنين. يا إمارة في الولا والحب حنا موقعين، لك وثيقة حبنا فيها سكن، كل وثيقة للوفا برضي تزين، الحنايا أرض وشيوخي مزن. في الوفا والحب حنا موقعين، لك وثيقة حبنا فيها سكن، كل وثيقة للوفا برضي تزين، الحنايا أرض وشيوخي مزن. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا إمارة الحنين. نجدد الولاء بوثيقة الولاء لشيوخنا، وندعو لهم بطولة العمر لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والشيوخ الكرام. الوثيقة ولاؤنا لخليفة، شكرا لكم، أنتم قناة لإيصال رسالة حب وولاء ووفاء لأبي وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أطال الله في عمره، بارك الله فيكم وبارك الله في هذا الوطن المعطاء. ندين لها الدولة في كل نحن فيه، والله يحفظك يا بلادي ويديم عمرها. أبتدي بالبياض اللي توشه علمنا، يا خليفة سر وحنا على العهد سارين، والسواد اللي خطف في جنودنا منا، ما ترك غير الرجال على العهد وافين. ولاءنا دائما لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وحكام الإمارات وأولياء العهود. الله يدوم الأمن والأمان على دولتنا الحبيبة إن شاء الله. اسمي أميرة حسن عثمان سليم، أنا مصرية مولودة في الإمارات ومتربية في الإمارات، يعتبر الإمارات بلدي الثانية. تحية لكل واحد ساهم في عمل مهرجان الشيخ زايد التراثي، لأنه فعلا اتعمل على أعلى مستوى، وبشكر شكر خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنها من أكثر الدول اللي دايما تقف جنب مصر أزمتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحب أشكر دولة الأمارات وبحب أشكر الشيخ خليفة بن زايد وأحب أشكر كل حكام دولة الأمارات على مجهوداتها العظيمة ووقفة جنب مصر. وتحيا الإمارات وتحيا مصر. معكم شمة محمد البلوشي منسقة في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. شكر للقيادة ونعم الله لنا بهم في هذه الحياة. شكرا خليفة لأنك حاكم. شكرا محمد لأنك ولي عهدنا ورحم الله والدنا زايد المؤسس والباني. قد أردنا العيش عزا واتحادا وارتضيناه سلاما وحيادا فلنردد كلنا سوف نحمي الاتحادا. أنا أحب بابا خليفة والله يطول عمره. أنا أحب الإمارات. أشكر دولة الإمارات على اهتمامها بالمواطنين الدولة وحتى الوافدين. وأشكر سمو الشيخ خليفة وأتمنى لك كل الصحة والعافية. I would like to thank Sheikh Khalifa for this festival. Also, I would like to thank Amana Healthcare for bringing us here today. أنا أقدم ولائي وانتمائي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولولائنا للقيادة الرشيدة. الله يطول في عمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويحفظ القيادة الرشيدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكلنا ولاء لهذه الدولة. الإمارات الإمارات دار العدو الحضارات بلادي سبع دارات سميناهم الإمارات. أرضيك يا بلادي وكل الأعادي أرضيك يا بلادي وكل الأعادي وصوتي أبادي. أنا أحب الإمارات. مصر مصر أم الدنيا مصر 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 أتقدم بأسم التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وشعبنا ودولة الإمارات العربية المتحدة وأقول له شكرا خليفة على الجهود اللي بذلها للوطن. أقدم أسمايات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة. الله يجعلك لنا الذخر إن شاء الله ويطول في عمرك وكل عام والإمارات بخير وشعب الإمارات بخير والله يحفظ هالدولة. أحب أهني شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد 44 وهني شيوخنا وهني الشيخ خليفة حفظه الله الله يحفظه ويديله الصحة وبهني جميع شيوخ دولة الإمارات الله يحفظهم. اللهم احفظ دولتنا الإمارات الحبيبة واحفظ شيوخنا الكرام. الله يحفظ شيوخ الإمارات ويطول بعمرهم يا رب ودام البيت المتوحد نحن بخير وآمان وشكرا. إهداء خاص لأغلى وأعز الناس أبونا الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره وأخو الشيخ محمد بن زايد وجميع شيوخنا الله يطول بعمرهم ويخليهم لنا. الله يا دار زايد كيف محلا يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيه كل القمر يوم يظهر للمحيا في غاية الحسن يسلم كف بانيها. الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوه وقلبي مغرم فيها. الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوه وقلبي مغرم فيها. كن القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم كف بانيها. كن القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم كف باني. الله يا دار زايد كيف محلا يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيه. كن القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم كف باني. السلام للمحبة طائعين يا قسى قلب لأرضك ما يحن. جينا جينا يا بلاد بايعين لسبعة شيوخك وفاس الروع علن.
للسلام وللمحبة طايعين يا قسى قلبي اللي أرضك ما يحن جينا جينا يا بلاد بايعين سبعة شيوخك وفاس الروعلن يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا إمارة الحنين يا بلادي يا إمارة الحنين في زايد حيلة وصل كفن في خليفة فاخر يحمل عرين الشجاع كالشجاع المؤتمن يا بلادي يا إمارة يا بلادي يا يا بلادي يا إمارة الحنين أسأل الله العظيم أن يديم على قادتنا الصحة والعافية ويلبس الشيخ خليفة لباس الصحة والعافية ويحفظ قادتنا وشيوخنا ونحن إن شاء الله تحت الولاء بإذن الله ومعهم وراهم وراهم وين ما مشوا. أتقدم أنا الدكتور نشأت أحمد عبد الله الحتام للمملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات وعلى رأسها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسمو ولي عهده الأمين الشيخ محمد بن زايد حفظهم الله ورعاهم على هذا التطور والنجاح الذي حظيت به دولة الإمارات وداموا فخر عز للأمة العربية ونتمنى التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية. نشكر شيوخ دولة الإمارات شيوخنا الشيخ خليفة ونبي رئيس الدولة محمد بن راشد وابو خالد محمد بن زايد والشيوخ جميعا ونشكر شركة الفوعة على المهرجان الطيب. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم لإخوانهم يعني في اليمن ونشكر ايضا الجيش الإمارات الباسل يعني الذي عاد الكرامة لليمنيين يعني وسطر الملحمة الكبرى يعني في الحفاظ على الوجود العربي ومن خلفه قيادته الرشيدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله. أنا اسمي أمل وعمري 12 سنة وأنا أحبك يا شيخ خليفة وشكرا على مساعدتك. اسمي عبد الله محمد صالح عمري 13 وأحب وشكرا لك بابا خليفة. باسم المقيمين على هذه الأرض الحبيبة والطيبة نجدد انتماءنا وولائنا لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان حفظه الله ونتمنى لهذه الأرض العزيزة دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة التي يتمتع بها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وحكام الدولة حفظهم الله. شكرا. أنا أحب الشيخ خليفة. بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الإمارات العربية نرفع أسماء آيات الولاء لرئيس الدولة ولشيوخ الإمارات وشعب الإمارات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمارات وجماع بلاد المسلمين. أنا في هذا المكان أجدد ولائي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ورئيس الدولة ولحكام الإمارات. ولائنا وانتمائنا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويطول بعمره ويدوم عليه نعمة الصحة والأمان يطول بعمره وعلى شعب دولة الإمارات. حفظ الله قائدنا الشيخ خليفة بن زايد ودام الله الصحة والعافية عليه ولاءنا الوطن دائما وأبدا. نتعهد بوفائنا وانتمائنا لدولتنا الحبيبة ولشيوخنا الكرام حفظك الله ورعاك ودمت لنا ذخرا كلنا خليفة وكلنا فداء لهذا الوطن. I love the بابا خليفة. أنا أحبك يا بابا خليفة وأتمنى كل الناس يزورون الفوعة مركز الفوعة. شكرا لكم. Thank you for the listen for me. أحبك يا شيخ خليفة. تقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وإلى أخوان حكام الإمارات إلى سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي واليوم بالمناسبة عيد الاتحاد 44 للدولة نسأل الله عز وجل أن يكون عيد مبارك على الشعب الإمارات وعلى جميع المسلمين.
أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة جزيل الشكر والعرفان على ما يقدمونه. أنا موجودة هني عشان أدي ولائي للشيخ خليفة الله يحفظه لدولة الإمارات. أشكر جناح شركة الفوعة على هاي الفرصة اللي أتاحوه لنا علشان نبين ولائنا ونرفع هالشيء يعني للدولة. أحب أني أقدم ولائي لصاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولدولة الإمارات ولجميع الشيوخ. أتقدم لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله بالولاء، ومع تمنياتنا له بطول العمر والله يلبسه بثوب الصحة والعافية إن شاء الله. My name is Wolfgang Eder. I'm from Germany. I'm here after many years. I'm really glad to be here again. It is still a beautiful country, but now many things has changed. It's more than, so I would say really thank you to this country and to the hospitality I see here. تحية لدولة الإمارات والشعب الإمارات والشيوخ الإمارات، كل ما بذلوه مع الشعب المصري ووقفة الإمارات مع الشعب المصري، ويبارك لهم ويبارك فيهم. وأنا أشكر الشيخ خليفة والشيخ وكل الشيوخ على مساعدتنا ومساعدة الناس. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. علي المنهالي، طالبة من جامعة زايد. نحن في دار هذا الوطن ولقيادته الرشيدة نسعى دوما لرقي إماراتنا الغالية. أنا خلود علي المرزوقي، عضو في فريق حاضرين. حاب ألقي كلمة ولاء وشكر للدولة، كل الشكر والعرفان لصاحب السمو رئيس الدولة قيادة وشعبا بأننا أسعد شعب في العالم. أحب أوجه ولائي وانتمائي لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا لطيفة سهيل المنهالي، أود أن أشكر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخوانها أبناء زايد وكلنا فداء لدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا كلنا ولائنا لخليفة وللوطن، ونحن جنود الوطن وعيال الوطن وأبناء زايد، ونحن فخر الإمارات. كل الشكر والولاء لأبونا الشيخ خليفة، وأنا أحب أقدم انتمائي وولائي للشيخ خليفة وحكام الإمارات، وأنا وايد فخورة أني أنا إماراتية ومن هاي البلد. نحبك بابا خليفة. نجدد ولانا وانتمائنا للشيخ خليفة ولا شيوخ النهيان كلهم جميعا. أقدم ولائي وانتمائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخها، وأفتخر أني أنا أكون إماراتي وعايش على هذا التراب الطيبة. أهني سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أن هي رئيس الدولة حفظه الله، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد الأمين الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني 44. الله يديم هذه الأيام الجميلة على قلوبنا، وربنا يوفقهم لما يحبه ويرضاه. بمناسبة العيد الوطني 44، أتمنى للشعب دولة الإمارات الرفاهية والازدهار والأمن والأمان اللي يفتقدوها كثير من الشعوب، والحمد لله على هاي النعمة، وهذا بفضل شيوخنا الله يحفظهم ويكرمهم ويعزهم إن شاء الله، ويبارك في عمارهم ويبارك في عمر الشيخ خليفة.
أجدد الولاء لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ونجدد انتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله من كل شرور. نقدم ولاءنا وانتمائنا لدولة الإمارات وشعبها وشيوخها، والله يحفظها من كل مكروه إن شاء الله. نقدم ولائي وانتمائي لسيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ولحكام الإمارات جميعا، ونحن على العهد ماضون وباقون، ودائما نحن على العهد وتحت أوامر شيوخنا الله يطول بعمارهم. بنحبك بابا خليفة. كل الشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على جهوده، وأنا فخورة بكوني إماراتية. شكرا بابا خليفة. أحبك بابا خليفة. إمارات أفتخر. كل التقدير والاحترام لما يقدمه شيوخ الإمارات والإمارات ليمننا الحبيب، ولهم جزيل الشكر والعرفان والتقدير. أحبك بابا خليفة. الله يحفظ الشيخ خليفة ويطول بعمره، ونحن ولائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشيوخنا، وإحنا فداء للوطن. الله يحفظ دولة الإمارات وحكام الإمارات وشعب الإمارات، وأقول نحن عصاكم اللي ما تعصاكم. محمد الحفيتي. نعبر عن ولائنا وانتمائنا وفخرنا بدولة الإمارات العربية المتحدة. معكم السيد أحمد سالم البريكي، أعطي ولائي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والله يعطيه الصحة والعافية. نحن اليوم نعبي وثيقة الولاء، وولائنا للشيوخ وللشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه، ولاء من قلوبنا. إحنا بنشكر حكام الدولة والاستضافتهم للشعب المصري والجناح المصري. بصراحة يعني مهرجان الشيخ زايد التراثي احنا كل سنة بنشارك فيه طبعا على مستوى كبير جدا، الله يرحمه بابا زايد. اقول تروح الروح وما ترجع، تروح الروح ما اناديها، لو ان الموت له اخضع، اموت بعزتي فيها، اموت في دولتي انا وارفع علمها فوق اراضيها. بلادي طيبها ينبع من اولها لتاليها، امارات سبع تطلع جسور المجد وتضويها، وحاكمها سبع واروع من امجاد تضريها، يقود العزل انا ويصنع فعايل هو عاليها، خليفه قائد واشجع ودولتنا هو محليها. نحب نشكر شيوخنا، واحنا نحب الامارات وايد، ونموت لتحيا دوله الامارات العربيه المتحده. الله يطول بعمر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ويطول بعمره. الله يطول عمر شيوخنا ما قصروا، وفوقهم طويل العمر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ما قصروا ما خلوا علينا قصيرة، بيض الله تويهم واحنا عيالهم، ومتى ما يبغونا احنا تحت امرهم وفالهم طيب. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة، انا جندي من جنودك الاوفياء وعاهد بالولاء والطاعة، وأكون مخلصا لدولتي ورئيسها، وأن أضحي بنفسي في سبيل وطني وسبيل حاكم الوطن، وهذا قسما
وأحيا وأموت لأجل الوطن. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظك الله ورعاك وأدامك لنا طول الزمان. إنني جندي من جنود هذا البلد المعطاء، وأنني أعاهدك بالولاء والطاعة ما دمت حيا، وأن أضحي بنفسي وروحي في سبيل الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي محمد غانم المنصوري، أقدم شكر إلى الشيخ خليفة والله يديم الله يحفظه والله يديم على أمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة. بمناسبة العيد الوطني بهني شيوخنا الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد. الحمد لله رب العالمين، نشكر الشيخ خليفة بن زايد أن هيان الله يحفظه وطول بعمره ويعطيه الصحة إن شاء الله، وحكام الإمارات جميعا، وولي العهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أن هيان طول الله عمره. أحب أوجه شكري وتقديري للشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه وشيوخ الإمارات السبع. اسمي منى العبد من برنامج تكاتف، حاليا أنا في مقر ذاكرة الوطن وثيقة الولاء للشيخ خليفة. أنا أحب أشكر بلادي الحبيبة وأتمنى الصحة والعافية للشيخ خليفة، ودائما نحن جنود لهالوطن. نقدم ولاءنا وانتمانا إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه، وشيوخنا الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، وإلى جميع شيوخنا. ولانا لهذه الدولة ولشيوخنا ولا مطلق، ليس له شرط ولا حدود، ولا إنما ولا من القلب، ينبض به القلب وتنبض به المشاعر، ولا أبدي منا ومن عيالنا. نعهد الله ونعهد وطننا وشيوخنا أن نكون عند حسن ظنهم، وأن نكون نتحمل المسؤوليات في اتجاه هذا الوطن وأمنه واستقراره. الله يطول بعمر الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان إن شاء الله، والله يديم عليه الصحة، والله يعطيه العافية، والله يجعله ذخر إن شاء الله لدولة الإمارات، والله يحفظ حكام الإمارات وشعبها إن شاء الله من كل شر. نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة السعيدة، ونتمنى من الله العلي القدير أن تدوم المناسبات سعيدة على الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة. حنا فخر زايد وقسمنا قسم، نرخص غال الأرواح ونصد العدى، تشهق بنادقنا وذخايرنا النسا، من قال هود الموت قلنا له هدى. أتقدم لجزيل الشكر والامتنان إلى شيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة العربية الإسلامية التي هي حضن لكل الجاليات العربية والإسلامية والعالمية، والتي تربينا في عزها ما شاء الله، وأرجو من الله العلي الكريم أن يديمها ويديم حكامها على رؤوسنا وعلى رؤوس الأمة العربية. أشكر الشيخ خليفة الله يطول بعمره ويبقيه لنا ذخر، وما نقول غير ولا أنا له بالسمع والطاعة. أقدم ولائي وانتمائي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله. طبعا أتقدم بأسماية التهاني والتبريكات إلى المقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهده الأمين وحكام الإمارات بمناسبة العيد الوطني 44. أنا طبعا وليد خالد محمد الحمران، بشكر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، بنشكر هذه القيادة الحكيمة اللي ما قصرت في خدمة مواطنيها وخدمة الوافدين اللي فيها. شكرا بابا خليفة والشيخ محمد، أحبكم وايد، أحبكم وايد شيوخ الإمارات. أقدم ولائي لسمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة، وإلى جميع أعضاء شيوخ الإمارات الله يحفظهم جميعا، والنواب والحكام الله يحفظهم جميعا. كلمة أحب أوجهها لشيوخنا القادة، شكرا. وكل عام والإمارات بخير إن شاء الله. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يمن على سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بموفور الصحة والعافية، وأن تبقى الإمارات دائما سباقة في التقدم والازدهار، وأن تكون براس لباقي الدول العربية والإسلامية. الروح ترخص فداك يا أبونا خليفة،
ودوم إن شاء الله راية الإمارات مرفوعة. طبعا نتوجه لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالولاء والطاعة.